الواقع اللي موجود في جمهورية مصر العربية إن إحنا عندنا زيادة سكانية، وعندنا رقعة محدودة من الأرض ومصادر محدودة من المياه. فإحنا كل هدفنا كناس متخصصين في مجال الأراضي والمياه هو رفع كفاءة استهلاك المياه، بمعنى إن أنا كل متر مكعب من مياه الري لابد يديني أعلى إنتاجية من المحاصيل الزراعية التي نقوم بزراعتها. فأنا كان ليا تجارب باستخدام تقنية المعالجة المغناطيسية تحت نظام الصوب الزراعية على محصول الخيار. كنا بناخد المية الأبار في المملكة العربية السعودية أو هنا هو في جمهورية مصر العربية، وبنستخدم الأجهزة التي تقوم بالمعالجة المغناطيسية زي جهاز دلتا ووتر. وجهاز دلتا ووتر أنا ما بتكلم عليه على الميزة النسبية التي يمتلكها هذا الجهاز من حيث قدرة المعالجة المغناطيسية، لأنه بيوصل ل 14400 جاوس، ودي مش موجودة في معظم أجهزة المعالجة المغناطيسية. ده معناه إيه؟ معناه أن أنا عندي شدة مجال مغناطيسي يقدر يأثر لي في نوعية المية ويؤثر، وعندما يمر الماء في مجال مغناطيسي سواء كان ديناميك أو استاتيك يعني ثابت زي جهاز دلتا ووتر، أكثر من 14 إلى 16 خاصية من خواص المية بتتغير، بما يسمح أن هذه المية بتكون في صورة أكثر قابلية للذوبان الأملاح اللي موجودة في التربة وتيسر العناصر الغذائية اللازمة لنمو النبات. فجهاز دلتا ووتر مع اشتغلت على محصول الخيار تحت نظام الصوب الزراعية، وجدنا زيادة في إنتاجية محصول الخيار وصل لأكثر من 45% مقارنة بنفس الصنف ونفس ظروف الإنتاج باستثناء المعالجة المغناطيسية، وكانت أحسن معالجة في حدود 60 ملي تسلا اللي هي وحدة شدة المجال المغناطيسي. ده معناه إيه؟ معناه إن أنا لو عندي مية إنتاجيتها لوحدها بدون المعالجة المغناطيسية منخفضة ومررتها خلال الجهاز المعالجة المغناطيسية، هيخلي المية دي كفاءتها في الإنتاج والنمو البادرات وعملية الإنتاج الزراعي أعلى بحوالي 45% من واقع التجربة العملية. وده يديني حاجات مهمة جدا، إن أنا ممكن هنا كفاءة استهلاك المية تبقى أعلى بنسبة عالية جدا بتوصل إلى أكتر من 25%. الأهم من كده كمان إن أنا بكر عندي أو أسرع في عملية الإنتاج داخل الصوبة عن المعاد عن الجزء الغير معامل بحوالي 15 يوم، و15 يوم في إنتاج الصوب بيبقى اسمه البشاير أو الحاجة الإنتاج المبكر، ودي بيبقى لها سعر اقتصادي أعلى من السعر بوقت ما بيزيد المحصول.